الاحباط ده بيبدا ينشر النيجاتيف انرجي دي حواليكي، وتلاقي النيجاتيفيتي دي موجوده في كل حاجه في حياتك. هو بيصحى من النوم يمسك الموبايل يلاقيه بايظ ما بيفتحش، يدخل جوه يلاقي الميه قطعه مش عارف يغسل وشه، ينزل عشان يسوق عربيته يلاقي العربيه ما بتدورش، ياخد تاكسي التاكسي يعمل حادثه. كده يعني طول ما هو ماشي بيعمل في مشاكل. وهنقول لك ده بيحصل ليه. الناس اللي بيحصل لهم كده، يجي لك واحد العياده يقول لك يا دكتور انا طول عمري وكل حاجه امشي فيها تمشي شمال، مفيش حاجه ماشيه معايا عدل ابدا. وده من ضمن الحاجات اللي الناس ردت عليها المره اللي فاتت في الحلقه. يعني لقيت بعض الرسائل اللي جايه على الصفحه عندي، انا بعمل كل اللي انت بتقول عليه ولكن انا مفيش حاجه في الدنيا بتتغير، كل حاجه ماشيه عندي أسوأ مما كانت عليه الاول. هنقول لك هنا الاحباط ده سببه ايه، والنيجاتيف انرجي اللي انت ماشي تبثها دي سببها ايه، وانت متلخبط نفسيا كده بالشكل ده ليه. تمام. طيب بعد ما عرفنا الاحباط تفتكري ايه هي اسبابه؟ اهم اسباب الاحباط ارتفاع سقف التوقعات من غير اعمده من التفاؤل والمجهود. ارفع سقف توقعاتك زي ما انت عايزه، بس لازم يكون عندك الاعمده دي. هي مساله ان انت اطلق العنان لطموحك وابدا بامكانياتك. من اهم الاخطاء اللي الناس بتقع فيها ان حتى في فهمهم للدين بيجيبوا منه اللي يفهموا منه ان هم قليلين. يعني احد الناس لقيته بعت رساله على الصفحه عظيمه جدا، والحقيقه الشباب عندي يعني اتفاجئوا بيها، لقيته بيقول لي كل الكلام اللي انت بتقوله عن التحفيز وعن القدرات وعن الامكانيات والطاقات، الكلام ده يتعارض شرعا مع الحديث الصحيح اللي بيقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. هو الحقيقه انا ما ردتش عليه، ما خليتش حد حتى المساعدين يرد عليه، وقلت ده احنا هنرد عليه في حلقه الاحباط على الهواء. انت عارفه يعني ايه رحم الله امرئ عرف قدر نفسه؟ قدر نفسي احد اساتذتي الدكتور الطريري ربنا يصبحه بالخير كان دايما يقول لي ايه، يقول لي لو عرفت قدر نفسك فعلا انت عرفت قدر ربك بجد. قدر نفسي ان ربنا كرمني على سائر المخلوقات، كده بقول لحضرتك احنا السبب في الاحباط. كرمنا بني ادم. قدر نفسي ان ربنا خلى الملائكه تسجد لي انا في صفه ابويا ادم، تمام، ان خلى كل الملائكه دي تسجد لهذا الكائن البشري. قدر نفسي ان ربنا خلى الاساءه للنفس دي ظلم، وخلى الاساءه للنفس جرم، وخلى العمل الكويس للنفس في عمل صالح بيعقبه. يعني اللي بيسيء لنفس بني آدم خلاص أنه الفساد في الأرض حتى لو ده موجود، يبقى أنت كده وقعت في مشكلة كبيرة. طب صلاح النفس يبقى صلاح للأرض كلها. قدر نفسي هو أن ربنا خلاني خليفة في الأرض. قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها اللي بيعمل إيه؟ اللي بيبوظ الدنيا، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قدر نفسي ان ربنا قال عني للملائكه اني اعلم ما لا تعلمون. قدر نفسي ان ربنا علمني اللي ما علموش للملائكه. فانت لو عرفت فعلا قدر نفسك انت هتبقى مرحوم في الدنيا لانك هتنعم بالجنه اللي ربنا ادهالك.